عامل ايه؟ ايه الاخبار؟ بصوا، اللعبه دي اسمها نو سنيك هوتيل، تمام، او الفندق اللي ما فيهوش تعابين. والديفيلوبر اللي عامل اللعبه دي هو نفس الشخص اللي عامل اللعبه بتاعت شو تشو تشارلز، اللي المفروض اللي هي هتنزل قريب، يعني اللي هو العنكبوت اللطيف دوت، ان انت تقريبا بتبقى في قطر تقريبا وفي عنكبوت بيطاردك. بس فخلونا نشوف اللعبه دي. هو تقريبا كان عاملها لواحد صاحبه تقريبا، زي ترول تقريبا، حاجه زي كده، او يعني كان بيعملوا مقلب تقريبا، فانا ما اعرفش ايه النظام. انا شفت بصراحه الصوره كده كان من بره، تمام، فقلت خلينا نجرب نشوف الموضوع عامل ازاي. بقول لك دوت ان نو سنيك هوتيل، يعني الفندق اللي ما فيهوش تعابين، والمزيكا شكلها حلو، الجرافيك شكله حلو. ذا ديفل اسمه ايه؟ ما عليك. فكرني يا عم بال فايند روم 100. اوكي ماشي، مفيش مشكله. الو، ده في سبرنت. الو الو، ده في سبرنت. كان اسمها ايه؟ ديسبشن. فاكرين اللعبه بتاعت ديسبشن، اللي هي كان كنا مفروض بنقعد نجري كده في طرقه، وفي حاجات قروب بتجري ورانا وحاجات زي كده. عايز العبها دي في ستريم يا اخوانا، فكروا الموضوع دوت. يعني بقى نلعب اللعبه دي في ستريم. الو، دي 100، دي مش 100، دي 111. ايه ده؟ At some other hotel I walked into my room and when I turned around to shut the door there was a snake as the... اوكي، بقول لك انا اول ما دخلت الاوضه واول ما جه في الباب فلقى في سنيك. بقول لك بس هنا في سنوك بتاع نو سنيك هوتيل، تمام، بقول لك لا انا ما مش هقلق خلاص. يا لهوي، يعني الحمد لله. يعني بات. حلو الجو، الانفايرمنت ظريفه. هي تقريبا دي، يعني هو الراجل دوت بيخاف من السنيكس، فهو الحمد لله ما فيش اي مشكله. ان ايه ده؟ في ايه؟ ان هو في نو سنيك هوتيل، او الفندق اللي هو ما فيهوش تعابين، الحمد لله. في هو في دم ليه على الارض؟ هو ايه اللي حصل؟ حصل يا غبي. ريسك اني كي تو ريتيرن تو ذا منيو. انا مش فاهم حاجه. الو، هو انا كنت المفروض اجري؟ الو، انا عايز اعرف هو انا كنت المفروض اجري ولا اعمل ايه بالظبط؟ ويت، انا عايز اجرب الحته دي تاني. خلاص 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 يا اسطى، ولا ده كان افيه ولا ده كان مقلب؟ ويت يا عم، خلينا نجري بسرعه كده نشوف الموضوع. فايند الغرفه رقم 100. سهله 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 سهله. فين غرفه رقم 100؟ انا ما لحقتش حتى افهم ايه اللي بيحصل بالظبط. ويت كده، اوكي، انا حصل جامب سكير هنا، انا ما اعرفش دي ايه. اوكي عديني يا اسطى، ربنا يبارك لك. اهو تعبان اهو، ماشي. وبعدين الباب هنا كان مقفول. طب استنى يا لهوي، الطرقه مقفوله. شيك، ايه ده؟ اوكي طيب، اللعبه القصيره دي، ايه القلش ده؟ اوكي، في لعبه تانية خلونا نبص عليها، تمام. كنت انا بردك اسمها اندر، بس معرفش دي بتاعت ايه بالظبط. المفروض ان انا تقريبا في مكان كده تبع الحرب العالمية التانية تقريبا، حاجة زي كده، وتقريبا في حاجة مش مظبوطة. وير هيدفون بيتر اكسبيرينس. وير هيدفون يا خان، لو انتوا عايزين تتسرعوا، لو انت مش عايز تتسرع ما تلبسش الهيدفون. انا خلاص اتعودت على هذا الهري. فتقريبا انا في مكان في اللي هو الحرب العالمية التانية 1941، تمام، في اواخر الحرب العالمية التانية، وتقريبا كل زمايلي ماتوا تقريبا، حاجة زي كده. خلونا نعرف بقى ايه اللي حصل وماذا حدث في هذا المكان اللعين. كان في اصلا لعبه اسمها ترينش، الديفيلوبر بتاعها بعت لي الكود بتاعها، بس انا ما قدرتش بصراحه ان انا العبها، لان يعني فيها حاجات ما ينفعش انها تظهر في فيديو، يعني المشاهد بتاعتها صعبه. يعني ما ينفعش ان انا اخد السلاح دوت. اكسبلور يا اسطى، ايه ده؟ في ايه؟ في ران برضو. اوكي، مفيش اي حاجة هنا. ايه
This must be the way where my comrades go. بقول لك ده اكيد ده المكان اللي هما my comrades go من هنا، يعني زمايله تقريبا مشوا من الحتة ديت. ماشي مفيش مشكلة. اوكي ليتس جو. I am to die. نكسبلور قبل ما نطلع على السلم. هل في اي حاجة هنا؟ طيب البوكس ده محطوط لأي حاجة نطلع عليها؟ لا. الجو الانفايرمنت ظريف. اوكي. هو انا قلت بصراحة بدل اللعبة بتاعت السنيك دي طلعت تقريبا ترول، ما هي زي ما قلت كده في اول فيديو، فقلت لا خلاص بقى يعني خليها نلعب لعبة تانية وشوف اللي بيحصل بالظبط. عشان كده مش هينفع. ها؟ ايه ده؟ اوكي في جليتشات بتحصل. This war does not determine who's right, only who is left. بقول لك ان ال This is strange, the sound of gunfiring and people yelling have been replaced by silence. There is something wrong. It just became quiet. طيب بقول لك ان الحرب دي ما بتحددش مين الصح، هي بس مش عارف تقريبا What just happened? Did we win? اوكي هو بيسأل نفسه احنا ايه كسبنا الحرب. بعدين بيقول لك ان الرصاص اتبدل بداله بالصمت. بقول لك في حاجه غريبه عماله بتحصل في المكان دوت. حبيب قلبي انا جاي انا جاي ما تقلقش. ايوه انا عايز انا اللي هي اللي عارف انت ورا بعض على طول نخش لسه هنرجع. هو صحي لقى نفسه مش عارف زمايله مش موجودين. ايه يا عم ده؟ ليتس جو ليتس جو ليتس جو ليتس جو ولا ايه؟ شاف حاجه. ريب التنين. اوكي. اوكي طيب ما علينا. هل في اي حد هنا؟ لا لا لا. يا نهار ابيض. اوكي بدات اصاب بالقشعريره. اصاب بالقشعريره ما بقدرش بصراحه. اوكي في دم هنا. ننزل يلا بينا. هل في نزلة هنا طيب ولا أي حاجة؟ مفيش أي حاجة. في سلم هنا اهو. ليتس جو. إيه يا عم ده؟ بيقطع. أوكي. في حد هنا طيب؟ I need to check the other room first. أوكي طيب. حبيب قلبي أنا أحب أنا يعني الغرفة. يخرب بيتك. اوكي طيب ماشي مش مشكلة. احب انا الالعاب اللي هي توجهني على الجامب سكير. عايز انا روح هناك في جامب سكير الاول وتعالى روح الغرفة التانية. اوكي طيب ادي اول جامب سكير بيجيني. وور از جاست. اوكي بيقول لك ان الحرب هي مجزرة مجزرة من ناس هو دونت نو. انا هتقولها تاني. اوكي طيب ماشي. اللي هم تقريبا ما يعرفوش ايه اللي بيحصل بالظبط تقريبا، يعني ان هم لهمش ذنب تقريبا يعني. ايش تاني؟ مين الاخ اللي طلع في وشنا ده؟ انا جاي ما تقلقش ما تقلقش. انا مفيش اي مشكله طول ما اللعبه فيها بروجريس انا قشطه. لودينج. اوكي لا ده من لعبه يعني سلسه معانا مفيش مشكله يا يعني. حتى لو في جامب سكير كل ثانيه انا معاك معاك في اي حاجه. اوكي تايم بومب كولكتد. اوكي انا هفجر البتاع ده ولا ايه؟ اوكي طب خلينا نرجع من نفس المكان. حد يقابلنا بقى. اوكي يمين ولا شمال؟ هو شمال مفيش الا شمال اصلا. اوكي طب يخرب بيتك ايه ده؟ ده عبيط يا عم ده مجنون. المكان فين يا عم؟ المكان اللي احنا رحناه هو شكله من بعيد شكله مرعب طحن يعني عارف.
يعني المفروض دلوقتي مهمتنا ان احنا نروح على البلاعة. ويت، الو، ورايا فافا. بيهي بيهي قيم طلاي يا عم. بس بقى ربنا يبارك لك بقى يا عم، النبي والنبي بس بقى. يمين ولا شمال؟ شمال؟ اوكي. حرف طلاق تلاتة، عارف انت اللي هو. احنا مش فوق ولا تحت؟ احنا فوق؟ احنا فوق صح؟ Let's go. وانا مش فاكر بصراحة اذا كنت نزلت ولا طلعت اول ما انا بدأت اللعبة. يا عم يلا يا عم. اوكي طيب ماشي، هنا ده في جليتش. هو بيجري وراي. اوكي اقول لك على حاجه. ويت، ايوه شيك. اوكي تقريبا ده انا سيبته تقريبا، انا نطيت من فوق البتاع. ايه يا نهار ابيض. اوكي يلا بقى يا عم. ايه القلش ده؟ ايه اللعبة دي؟ لعبة مريبة مريبة. فاينل اسكيب حبيب قلبي. انا الاول كنت فاكر سولجر كومراد ووك اب كومراد، هو كان بيحلم تقريبا. وير ام اي؟ هو اغمى عليه يا عم. ويننج، احنا بنكسب. اوكي هو تقريبا اغمى عليه ساعة الحرب تقريبا وبدأ يحلم احلام غريبة. صباح وهزيان حبيب قلبي يا اسطى. وانا اصلا الصوت وهو جاي في الاول خالص انا افتكرت ان هو جاي من قدامي، ده اللي خلاني رحت راجع ورايا. اتري هو كان جاي من ورايا اصلا. صباح الضحك يعني. لو قلتوني عملت كات كده تعرفوا ان انا عملتها كذا مره، فمع ان انا ما بعملش كات هنا تمام، بس قلت ايه عشان ما نقعدش نطول فيها كتير يعني. بس اللعبه ظريفه، هي مريبه بصراحه يعني شغاله. بس عامة يعني ربنا يعجبكم لعبكم الفيديو، حابين تشوفوا فيديوهات تانية من الألعاب زي كده تاني. معلش الفيديو ده هو فيه لعبتين لأن كانت اللعبة الأولانية قصيرة، فقلت خلاص خلينا نكمل لعبة تانية يعني. بس وأشوفكم الفيديو الجاي بإذن الله. سلام.